بكرة المفروض ان عندنا مباراة امريكا، المفروض انهم فازوا على المغرب. ده مش مقياس، انا بشوف ان لا، منتخبنا ان شاء الله يقدر يخلص مباراة بكرة بسكور زي الماتشات اللي فاتت. صحيح. ولكن باراندو الطبيعي ان هو يبدأ بالتشكيل الاساسي وبعدين يطمن على النتيجة وبعد كده يبدأ يعمل الروتيشنز اللي هو بيعملها، ولا لا عادي ان هو ممكن يبدأ المباراة بتشكيل تاني خالص وعادي ويجرب كل الناس ويلعب بمنتهى الأريحية؟ حضرتك شايف الدنيا ازاي؟ والله انا شايف من وجهة نظري ان دايما كل مباراة سواء امريكا او غيرها لازم يبقى عنده 10 دقائق ربع ساعة بالتشكيل الاساسي، لان انا مش محتاج ان انا يعني او انا ما ينفعش اقعد التشكيل الاساسي بتاعي كذا مباراة ما يبقاش متواجد في الملعب، لان انا بعد لقدام. فانا 10 دقائق ربع ساعة اريح المباراة واطمن على اللعيبة بتاعتي، لان انا برضو انا مثلا كعلي زين وكهف وكباك رايت محتاج اشتغل معاه، انا محتاج اشتغل مع الباكين ويبقى عندي تاكتكس ونشتغل ونطبق، وفي نفس الوقت اللياقه بتاعتي ما تنزلش، ما افضلش قاعد ماتشين ورا بعض بره. صحيح. لازم العب التمرين برضو مختلف عن المباراه. فانا شايف ان هو 10 دقائق ربع ساعه، وبعد كده يعني ما يسحبش كل التشكيل، يبدا يطلع عنصر 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 لغايه اما ايه يبقى الماتش ماشي كويس وما عنديش مشاكل خالص يعني. صحيح. لكن حضرتك مع فكر او مع مدرسه ان انا ابدا بالتشكيل الاساسي او بقوه الضرب كل مباراه، كل مباراه حتى لو هي سهله، حتى لو هي سهله 10 دقائق ربع ساعه وبعدين ابتدي يعني. وزي ما انت قلت يعني احنا تاريخيا بعيد خالص عن امريكا، يعني احنا زي ما انت قلتي فرق سكور، المفروض يبقى في فرق سكور اريح طبيعي. المباراه ومهما كان فرقه امريكا كسبت المغرب، يعني انا اعتقد مكسب امريكا للمغرب ده خطا من المغرب، ان المغرب مفروض تبقى هي اللي تاخد المباراه والجيم. صحيح. بدليل سكور كرواتيا وامريكا بالظبط تقريبا كسبوا فرق 18 جون تقريبا او حاجه زي كده. تقريبا.